نعلن عن افتتاح التقديم على منصة راتب المعيد المتفرغ من خلال الرابط الإلكتروني عبر منصة الأور الإلكترونية. طبعا أعلننا في الأسبوع الماضي ونكرره اليوم، لدينا في الأسابيع القادمة ستنطلق حوالي 35,000 ماستر كارد فيما يتعلق بذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة. نعلن اليوم عن الاستئناف لإصدار بطاقات الصرف للماستر كارد للمستحقين الصادرة قراراتهم الطبية، وستكون عملية الإصدار ابتداء من الأشد عوقا بأن تكون من نسبة عوق 100% نزولا إلى 75%، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة وهيئة ذوي الإعاقة. نعلن عن فتح رابط منصة تمكين والوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة والمعنية بتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اجتماعيا واقتصاديا وطبيا وتعليميا ومهنيا من خلال التدريب المهني ومنح التراخيص للمعاهد التي تعنى بتمكين هذه الشريحة، فضلا عن توفير المنح المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة للأسر دون خط الفقر. تم استرداد المبالغ المتجاوز عليها من قبل المستفيدين من مبلغ قدره 746,470,000 دينار من مدينة من المتجاوزين في مدينة النجف الأشرف، وبالتالي احنا بحاجة إلى مزيد من الإبلاغات، مزيد من الإخبارات، لأنه مدينة النجف الأشرف من المدن التي عادة ما تتجاوز حصتها فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، وفي نفس الوقت لدينا عشرات الآلاف من العوائل التي لا زالت تنتظر راتب الرعاية الاجتماعية. هذا الخلل سببه أن هنالك متجاوزين، مطلوب منا جميعا أن نبلغ عنهم الجهات المختصة. فيما يتعلق بالرقم الذي يعلن 50,000 عن الأعمال الباكستانية، تواصلنا مباشرة مع وزير العمل الباكستاني ومع سفير العراق في باكستان والسفير الباكستاني في العراق، وتبين أن هنالك نقل خاطئ لحديث الوزير المعني، وإنما كان الحديث عن 50,000 باكستاني طيلة السنوات الماضية كانوا يأتون عبر شركات استقدام عمالة أو بطرق أخرى إلى العراق ويبقون في العراق، وليس 50,000 تسربوا هذا العام واختفوا في العراق. لذلك هنالك تصحيح لهذا الأمر. إحنا إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة سنطلق وجبة يتجاوز العدد فيها 60,000 مشمول، تحتوي على حوالي 49,000 من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، وكذلك قرابة 10,000 من مرضى السكري، أطفال السكري، وأيضا سنشمل بعض الشرائح الأخرى خلال هذه الوجبة، وسنعمل على الحصول على استثناءات أخرى في الأشهر القادمة لشمول وجبات جديدة بالرعاية الاجتماعية.